معانا اللهلوبه صابرين وصلاح عبد الله. نورتونا نورتونا. عايز اقول لك ان الراجل جاي هناك ده صغير ان شاء الله، احنا بنحبه كلنا وما نقدرش نستغنى عنه ابدا. تعالى يا حبيبي. ايه الوداع العسل؟ ازيك يا اسامه؟ نورتنا. ازيك يا حبيبي؟ ايه يا حبيبه قلبي؟ معلش ابوس على بنوتي الاول وبعدين شريف حبيبي. ازيك يا ابو صلاح؟ شريف يا الله يا الله. منورنا يا ريس. اكننا قاعدين على ال على كن البحر قدامنا بالظبط كده. وايه الالوان الحلوه دي يا ابو صلاح؟ لا والله. وايه الاحمرات؟ انا لابسه احمرات. احمرات علم مصر ولا الاهلي؟ الاثنين. طيب. واسمه برضه واسمه احمرين. متفقين انا شريف فعلا. الهوايات بقى نتكلم في الهوايات هنا. طبعا. صلاح عبد الله وصابرين. صابرين تاريخ كبير قوي في الفن وفي البدايات، مش كده ولا ايه؟ والله انت شهادتك مشكله مجروحه فيا جدا. وانا شهادتي مجروحه فيا جدا والناس كلها عارفه واعمالك بتقول وهي اللي بتتكلم. حبيبي ربنا يخليك يا شريف. انا مبسوطه جدا طبعا ان انا جايه معاكم. الله يبارك فيك. بعد فتره كبيره جدا من هذا اللقاء يعني، ومع شريف بالاخص. شوف يا اسماء، احنا بقى لنا قد ايه صحاب؟ بتاع ست شهور تقريبا. بص احنا بقالنا قد ايه فعلا نعرف بعض؟ ما اشتغلناش مع بعض. عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. فعلا؟ خالص. خالص. والعمل الوحيد اللي جمعنا كان ليالي الحلميه. وما اتقابلناش. يعني كان هو في منطقه وانا في منطقه طبعا خالص. لا 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 نو كنت موجود بس كنت انت مع لا انا الجزء الثاني والتالت والرابع. وانا كنت رابع وخامس. انت في الرابع كنت في الرابع. بقى بالظبط كده. بالظبط كده مظبوط مظبوط. بس انما ابو صلاح احنا اشتغلنا مع بعض. اشتغلنا. امال ايه؟ مش كده؟ تخيل اخر حاجه من 30 سنه. اخر حاجه من 30 سنه. مش فيلم من 30 سنه. لا الناس ممكن يفتكروا ده اخر حاجه من 30. لا فيلم من 30 سنه. انا كنت هقول جري. لا اسمه وانت افتكرت من 30 سنه برضه. اول ما قلت من 30 سنه كنت هجري ما اعرفوش. وعملنا حاجه بقى. لا في كذا حاجه طبعا يا شريف يعني. في فكرني. لا الفيلم بتاع انت وعز. حلم عزيز. حلم عزيز. حلم عزيز. وحاجات تانية بس أكتر حاجة أنا بحب أفتكرها ذئاب الجبل. الله. ذئاب الجبل. أنت فاكر في ذئاب الجبل أما كنت بتجيلي وبقعد بقى أنا مش عارف أنت مين. وأقعد أعمل لك وبتاع وأنا كنت ماسك المولات لأحمد عبد العزيز وبتاع. أيوه. وكده. أيوه. وبتعامل معاه وهو طلع مؤهل عالي وأنا راجل أمي حسني الدبيكي. وعمال كل شوية أقول له ما تقفلش معايا يعني هو مش فاهم. كانت من الأعمال الرائعة ذئاب الجبل. دي حقيقة. محمد صفاء عامر بصراحة. انبسطنا جدا طبعا في الفترة دي. وطبعا مثلا عندك أبو العيال البشري. مثلا دي بدايات صابرين بقى. فاكر يا شريف ايام ابو العيال البشري؟ يا سلام يا سلام. كنت انت عملت سنبل ولا لسه؟ كنت عملتها. مش كده؟ سنبل يا عم. انت سنبل. اول مره كان سنبل. انا عايز اقول لك بقى يعني كل ده كوم وانا بعشق بسنتو ودياستي. ده موضوع. ده بالنسبه لي موضوع. بموت موت من الضحك بجد. من الحاجات الحلوه وكان نفسي تكمل لان حاجات الاطفال ما بيهتموش بيها قوي. فدي كانت حاجه للاطفال والكبار وكانت حاجه من الحاجات الممتعه جدا بصراحه. والله يا اسماء انت بقى بص شريف ما يعرفش الحكايه دي. والله يا صابرين انا في ناس كل يعني عملت ادوار كتيره يعني انا مثلت كتير قوي. في ناس لغايه دلوقتي يقعدوا يقولوا لي يا دياستي. ايوه بالظبط. ده كانت علامه. ويدخلوا في التعليقات يا دياستي تخيل. أيوة. وده جه بالصدفه على فكره بامانه يعني عشان حنان ترك حبيبتنا كلنا طبعا ربنا يبارك في صحتها يا رب وابدع. كانت بتعمل حاجات للاطفال وكده وبتاع وتقابلنا بقى بالصدفه بتقول لي انا بعمل كذا وبتاع على اساس هنعملها ايه نجربها يعني. انا بحب حنان قوي قلت له عينيا وعملنا التجربه وفجاه لقيت نفسي بعمل انا وحنان في بسنت وجاس دي 7 اجزاء. والناس كل شويه يطلبوا والله يا شريف. انا لا عايز اقول لك انا بتفرج عليه على اليوتيوب اصلا أنا يعني. انا بشكرك يا اسماء والله. انا عايز اقول لك حنان اشتغلت معايا. اول حاجه ليها كانت في فرفشه.
اللي انا كنت عامله فيه انا الفرخه واحنا الكتاكيت. ايوه برضو حاجه للاطفال. يا صابرين والله العظيم صابرين اصلا اشتغلت في حنان كانت برضو معايا فالاطفال. لا اسالنا انا بقى اسالنا انا بقى اشتغلت امتى وكانت بتعمل ايه. لا اسالنا انا ده انا لازم ابقى الضيف على فكره المفروض اللي تبقى مذيعه. قول لنا قول لنا طيب ايه بقى. لا الاول نبتدي بسؤالك. اتفضلي. دلوقتي احنا حلقتنا النهارده عن الهوايات. انا بقول للبابي ان احنا الهوايات بنعملها كده كده. هو شايف ان التكنولوجيا بوظت الحكايه ومبقاش في وقت ان واحد يعمل هوايات ومضيعين وقتنا على التليفون والتابلتس والحاجات دي. انا شايفه ان الهوايات موجوده بس تطورت بقى شكلها مختلف شويه. وكان معانا ضيف برضو بيرسم حاجات بالملح ولوح بالملح. يعني في تطور بيحصل من كتر ما الناس بتشوف. انتوا بقى هواياتكم انتوا اطفال ايه؟ ده ام اتفضلي هانا. انا كانت هوايتي وما زلت لما بشوفها ببقى لان فيها يعني كده نوع شويه من التحليق يعني اللي هو الطير كده انك بتطيري السكيتنج. يعني انا طول عمري هوايتي كده ان انا العب كنت ارقص ابقى كانت عصفوره فعلا منطلقه والله يعني, يعني احب الانطلاق جدا. فلحد النهارده كان نفسي الهوايه دي اكون يعني شاطره فيها. يعني كنت نفسي ابقى بنزل وبعمل وان وومن شو يعني ان انا الف الف عارف البروتات اللي بتبقى عامله كده. ايوه بس انت كنت شاطره برضو يعني انت طول عمرك بس منفرده يعني الحمد لله شيك. بس انا دي الحاجه الوحيده الهوايه الوحيده اللي ما مارستهاش عمري السكيتنج. وكل ما اشوفها ابقى الله يعني كان نفسي كده. بتحافظ اولا على الجسم قوي ونوع من الباليه ونوع من الحريه كده يعني تحسي عارف وانت ماشيه بتقومي عامله حركه ما اعرفش هي والسباحه مثلا يعني من الحاجات اللي فيها اللي كان نفسك فيها انطلاق. انما لا حقيقه كانت هوايتك ايه بقى هي دي؟ يعني مارستيها شويه؟ ما مارستهاش خالص بس كانت هوايتي. يعني كنت اتمنى فيها. اني ابقى اشطر طبعا مارستها مرتين ثلاثه وقعت على ظهري يعني نزلت بس انا مارستها. انت عارفه كده بجد؟ والله. ايه رايك فيها؟ لذيذه جدا. يعني انا بدات الاول بالباتيناج اللي هو العجل شويه وبعدين بدات تتفتح صالات السكيتنج اللي بالتلج. انا كمان فبدات اروح انت كنت بتبقي معانا. انا ابتديت اللي هي بالاربع عجلات اللي جنب بعض وبعد كده الخط الواحد وبعد كده ده اللي هي بقى لمزه السفينه من تحت. حاجه ممتعه طبعا جدا صراحه جدا. يعني بس انا ايه امشي واحود بس ما اعرفش ارجع بظهري بقى الكلام ده. هي يعني انما كنت متوازن ليها يعني ميزان دقيق جدا والله. بص زي اي حاجه صابرين يعني زي اي حاجه الواحد بيخاف منها من الاول وبعدين خوف. احنا كام الخوف بصي والرقص كمان يا شيف على فكره كان نفسي اطلع رقص. ده انا عايزه اقول لك الرقص ده كان فيه هيحصل مشكله. انا عارفه ان الرقص ده كان مره هيخليكي تترفدي من المدرسه. طبعا صح كتير. ولا ايه؟ لما تحكي لنا الموضوع ده بيخش يلاقوني واقفه على الديسك واللي هو مطبله وانا بعمله مثلا احدث رقصه لسعاد حسني مثلا. كان مثلا قبلها بيوم بيتعرض فيلم خلي بالك من زوزو مثلا فانا بقى رايحه انا متحمسه سعاد حسني النهارده فاقوم رايحه المدرسه والله العظيم اقوم واقفه اقول لهم شفتوا امبارح الفيلم؟ يقولوا لي اقول لهم بص انا هعمل لها اقلد لكم سعاد حسني. واقوم طالعه بقى يا وديتي ابو صلاح واخلي حد يحسن فهمي بس اختار واحد وحش واحده وحشه. لا لا هوايتك كانت وانت صغير ايه يا صلاح؟ يا عم بص هي بتقول سكيتنج وما عرفتش والعجل. لا انا كنت سكيتنج ده رهيب اوبا يا جريم. صلاح كان بيسرح بيا ولا ايه؟ لا صلاح كان والعجل بس على راسه يعني كان بيشقلبها بيعملها بالشقلب. كان عندنا في بلاد بدوره لما كانت تبطل كانت الشوارع تبطينه طبعا. سكيتنج ده ولا مش سكيتنج؟ سكيتنج طبعا. سكيتنج طبعا. العجل بقى بص وانا بقول لك انا فوجئت من صغير بس دلوقتي في بلاد داكرو مش هيبقى في سكيتنج لان بدات الدينا اللي موجوده لا 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 تتسفلت وبدات الحياه تبقى يا حبيبي انا بكلمك يعني ايام في بلاد داكرو لما رحت انا بلاد داكرو يعني انا بنتكلم عارفه من قد ايه؟ حوالي 80 سنه من 82 تقريبا بص ابوك هيشتغل اهو طبعا واحنا ده هنا ده برنامج لا برنامجك هيجيب طب ما انا بقول لك ما انا بقول لك الحقيقه افصل
لو سمحت انتوا صحاب بس اللي بس انا مش عارف بس اللي كان ناقص لي ايه مين بقى قاعد معانا كمان طارق لا مش طارق الشورى احمد عز احمد احمد عز بقى اتفرج عليه مع صلاح عبد الله ناير ونير او انا احمد قادر لو كان معانا احنا الاثنين طب يا عم صلاح انا ليه اصحابي صحيح كلهم تعالوا انا هتكلم معاك بس مش هتكلم معاك الله 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 السلام عليكم دلوقتي يا سيدي انا عايز اعرف هو ايه اتفضل في دماغ ولا ايه في ديمقراطيه الاختيار لا اتفضل طبعا في ديمقراطيه طول الوقت انت اصلا سالت السؤال حلو قوي لا الهوايات زمان احنا يعني بجد لا في اختلاف رهيب ايه بقى بين مش هقول جيلنا جيل صلاح يعني وجيلنا وانت طبعا انت بتبص لي وبتضحك بين جيلي بص بتعامل مع اصحابي ازاي انا معلش يا عم صلاح انت ضيفي انا النهارده في اختلاف الله يبارك الله يبارك لك في اختلاف كبير جدا بين اولادنا واحفادنا واحنا زي ايه بقى كل الحاجات دي اتغيرت في حاجه اسمها الموبايل ده اول ما ظهر في حياتنا وقبل منه طبعا النت والحاجات دي لا الحاجات اتغيرت قوي احنا كل علاقتنا وهواياتنا كان ليها ارتباط بالشارع ما كناش محبوسين ورا اجهزه صحيح كنا بنتحرك انا عجبني بقى التعبير ده ما كناش محبوسين ورا اجهزه كانت هواياتنا كلها في الشارع طب هوايات حضرتك كانت ايه ويوم ما تبقى مش في الشارع تبقى على بسطه في الطرقه اللي ما بين الشقق يمكن انتوا عشان بنات وكده بالظبط عشان كنا اولاد اتكلمنا عن الفتره دي فعلا كنا بننطلق يعني ايه اكتسبنا الحاجات كلها من هنا طيب. يعني انا وعيت على نفسي لقيت نفسي بمثل في الشارع وعشان امثل الفت عشان اقول حاجات بص الحاجات ايه بقى دي حاجات ايه اللي هي بقى عاشت معايا بعد كده وفي حاجات ما قدرتش اكمل فيها بس ايه برضو مارستها زي الكوره مثلا الكوره ما احنا كنا بنلعب ما نلاقيش كوره احنا كنا بنلعب ساعات بدومه عارف الدومه بالدومه الدوم ده بدل الكوره وكان في واد زميلي كان يعني ستيوبد شويه كان دايما يلعبها لي على دماغي وصلاح يديها الدومه عارفه الدومه ايوه يا نهار ابيض المفروض الدومه اللي كانت بتتباع قدام المدرسه دي كده كنا ناكل الدومه بعد ما تخلص نعملها كوره قصدي تعملوها كوره وعملنا الكور بقى انا ما بعملهاش طب ما نعرفش ان ايه دومه اساسا لا ما اعرفش عشان المستوى الفروق الاجتماعيه لا الفروق السنيه كمان لا 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 احنا الفروق السنيه العمر والسن يا عم صلاح انا عارفه الدومه يا عم صلاح كنت بلعب في الشارع انا عايز افهم انا بتكلم مع اسماء انت ما كنت البرنامج اسمه انا وبنتي يعني انا الاول وبنتي بس عم صلاح وبعدين ايه بصي بدا بصي بدا الحوار قال ايه قال طبعا ايام الهوايات بتاعه زمان كان في اختلاف رهيب جدا طب ما احنا عارفين عارفين لا انت انا عارفين كان في اختلاف الحمد لله على فكره عم صلاح لو كده بتتفرج علينا عارف الناس الكبار لا المعلومه قصدي يا صابرين ايوه صدقني يا شريف الناس الكبار بيسقفوا دلوقتي بيسقفوا لي طيب سقفوا يا جماعه احنا نطلع بريك على ما تخلصوا تسقيف ونرجع تاني او لا ورجعنا تاني وبقى انا عايز اسالك يا بوبي انت ازاي ما اتكلمتش عن هوايه الدرامز انا كان عندي هوايات كتير بس ومارست حاجات كتير بس انا لما هتكلم عن الدرامز هقول حاجه سريعه في الدرامز واخش بقى على المرحله المهمه في حياتي مع صابرين طبعا واسيب لها بقى الميكروفون ماشي الدرامز بدا معايا من مدرسه في كل حوار بطلع فيه ما اقدرش انكر فضل مدرسه الموسيقى بتاعتي ابله امينه عبد الفتاح الله يرحمها الله يرحمها في ابتدائي هي اللي نمت جوايا حب الفن وكانت شايفه فيا راجل موسيقي هبقى كويس وكده وبتاع جنبها بقى كنت بعمل نشاطات الجمباز والفولي والجول مدرسه كنت بلعب كل حاجه انما بقى ايه لعبت درامز كنت بلعب بالاقلام الرصاص وبعدين خلاص بدأت أخش في الموضوع ولعبت في فرق غربي أخش بقى في منطقة اللي عايز أخش فيها بقى اتكونت فرقة من الفرق الغربي دي بعض الناس استخدوا منها وبدأنا نكون فرقة لبنوتة صغيرة اسمها صابرين لا الله أيوة ما تهركش احنا لما كنا بنلعب غربي أنا ما أعرفش القصة دي بجد بصي والله بصي أنا أكبر من صابرين كتير مش كتير لا كتير شيف. لا كتير كتير كنت ببقى بلعب في الغربي وشايفين بنوته صغننه
معاها راجل بيعملوا دويتو مع بعض، فلقيت البنت دي، البنت دي مالها موهوبه كده صغنونه، واقول ايه، فيروز كانت الله يرحمها كانت قمه الموهبه والمنطقه دي طبعا رهيبه يعني طبعا. كانت في طبعا. الطفوله دي، فشفت فيروز جديده جايه، وبعدين اتعرفت على عم ياسين، وبعدين اللي هو ابو صابرين، وكانت دلوقتي اسمه صابرين وعم ياسين، وعملنا الفرقه على فكره اول مره الناس انا اول مره برضو اعرف صابرين صلاح كمان اول مره يعرف. لا ان انا وشريف مع بعض، لا صابرين وعم ياسين، صابرين وعم ياسين، لكن وشريف اول مره تعرف. مش عايز اقاطعه بس أيوه، بس هو قال حاجه كنت هقاطعه ايوه ما رضيتش، ما قال انا اكبر من صابرين بكتير، بس انا بحط تحتها ايه، ايوه اكبر من صابرين طبعا، ما هو توم وجيري اهو اللي كان بيقول ايوه اكبر من صابرين، انت شايل من عليا كتير، وعم صلاح اكبر مننا كلنا كتير، ده عمنا كتير، ده عم صلاح ماشي. عشان على فكره يا جماعه الاستاذ صلاح عبد الله لا اوعى تقول كده، السن بيننا وبين بعضينا متقارب يعني، وبنحب ننكشه، وهو بيثار بسرعه بيثار بحب، وليه طبعا مواقف معايا، وقلنا الخناق بتاع احمد عز وطارق الشور، ايوه يعني حاجات رهيبه، وهقول لكم على مواقف بتحصل بيني وبين صلاح عبد الله وطارق الشورى بس قدام شويه. المهم كوننا الفرقه، وشفت راجل بقى اللي هو عم ياسين ده امله في الدنيا ان يشوف بنته دي نجمه، يعني عمال ياكلها الفن ويشربها الفن، وهي نشات في اسره ليها باع كبير في الفن برضو بس من نوع اخر، السيرك، ونعيمه عاكف من الاسره. يلا خلاص هي هتقولك انا بتوهم على فكره، انا من الجمهور دلوقتي الحلقه دي. شفت فيها مع انها درامر قاعد ورا يعني بلعب ورا، بس شفت فيها لهلوبه، وبدانا نعمل الفرقه، وما كانش عندنا وقت نقعد، ايام الحلوه بقى بننط من مكان لمكان يا صلاح، هيلتون، ميريديان، مرة في رأس عم ياسين بقى 12 سنة، كان 12 اوردر عم ياسين بقى 12 ما شاء الله. يلا يا استاذ يلا يا جماعة بسرعة، انا هسبقكم على الميريديان، يلا بينا نلعب ميريديان، اخر ميريديان متأخر ليه؟ يلا. اول عربية ركبتها في حياتي كان من شغلي مع صابرين، اول عربية ركبتها في حياتي، اشتريت عربية، بدأت احوش، وعم ياسين جه قال لي هتشتري عربية ياض وانت ممثل كويس، ياض انت ممتاز، انت هايل، انت هتخليني اعيط. والله كان بيديني شحنة ايجابية غير طبيعية، وبدأت صابرين الشغل معانا، واتفرج بقى على الشغل اللي هي كانت عاملاه، وفي موقف انا هفكرها بيه، وقعت على المسرح في يوم واحنا بنشتغل، بس اتفرجي عملت ايه؟ استاذه. ايه بقى؟ لا عالجت الموقف، هي من جواها قويه ما بتتكسفش ولا الكلام ده، كانت هايله. اتفضلي. الاحلام بدات ازاي؟ وعم ياسين فضله كان كبير قوي بعد ربنا علينا كلنا على فكره. ربنا يرحمه ربنا يرحمه. بابا مفيش حلقات هتوفي قدره يعني، لو اتكلمت كتير على بابا، بس شهادتي في بابا بابا يعني، انما لما بسمع شريف بيقول كده، انا شريف جه قال كلمه يوم العزاء بتاع بابا، كانوا ولادي واقفين، وما يعني كان جده بالنسبه لهم، جده قاعد في البيت يعني كبير قوي في السن، وولادي لما كبروا لقوا بابا قاعد يعني، بابا كان عنده مشكله في رجله يعني، لانه كان لاعب اكروبات ومش عارف ايه وحاجات كتير، وكانت اصابه في الشغل، كانت اصابه في الشغل طبعا، هو فوق في الحبل المعلق ده اللي هو بيبقى ماشي بيه متغمي عينه بالميزان ده، وقع. هو كان بابا بيحب يعني، كل الناس كانوا لازم في حاجه اسمها لونجا، اللونجا دي اللي هي الحزام، عشان لو حصل اي حاجه يتمسك. بابا من كتر ما هو بقى متمكن في اللعبه ما بقاش يحب. عايز اقول لك ان جه شريف قام قايل، واحنا في العزاء قام قايل لولادي، انتوا ما تعرفوش جدكم ده ايه، جدكم ده اللي عملنا كلنا والله العظيم، وكان في كذا فنان يعني. ساعتها انا بقيت ابكي جامد جدا، لاني بابا هو الظل الحقيقي لكل من تعامل معاه يعني، حتى اللي قعد معاه، بابا كان دمه خفيف قوي قوي، حاضر النكته قوي. صلاح كمان شاف بابا وعاشره يعني، وبابا كان عنده الحته دي قوي. انا بابا مثلا علمني، من ضمن الحاجات اللي علمني فيها على المسرح لما اشتغلت بقى وابتديت اعمل فرقه والكلام ده، كان بابا يجي يشوفني اول ما ابتدينا يا شريف،
كان يجي كده يقعد والله ورا اخر حاجه ورا ويقعد كده لما يلاقي الناس تتكلم مع بعض بعد ما خلص يقول لنا زفت زي الزفت والله العظيم. فاحنا كلنا يجي لنا احباط طب احنا زي الزفت ليه؟ يقول لي لازم تشدي الناس لازم مدام طول ما انت على المسرح يبقى كده مدام اتنين اتكلموا مع بعض يبقى انت مش عامله مش واخده الانتباه منهم مش واخده فاهمه ازاي. فكان دايما فانا كنت اشوف بابا ابقى بعمل مليون حاجه فده اللي خلاني دايما يعني ايه تاكلي المسرح يعني ايه. وشريف كمان شريف كان عنده ملكه عظيمه وهو بيعزف. انا كنت ساعات بوسع لشريف يعني كان ساعات بيبقى في حاجات سولوهات فكنت لازم انا اوسع لان احنا كنا فرقه بنحب بعض ونحترم بعض قوي كل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه. احنا كنا بنشتغل يعني في اوقات عيل حجار مدحت صالح محمد منير فاكر لما كان محمد منير قابلنا في يعني شمار. المكان الواحد اللي بيشتغل فيه في كل دول كان بيطلعوا دول كان زي كرنفال يعني ورا بعض يعني. فكنا بنقعد نسمع يعني بتقعد تسمعي محمد منير وتطلعي انت المسرح وتسلمي عيل الحجار او تسلمي محمد الحلو او تسلمي مدحت صالح او على فكره ده كان النايت كلاب بقى النايت كلاب اللي هو بالمفهوم الفني. تخيل يا صلاح انا حضرتك طبعا وشفت ما كنتش اعرف ان انت محترف درامز كده. لا شريف وانا بخرج في الجامعه وانا حكيت لك الحكايه دي بس الناس تعرف شريف. ولما شفتك كنت عملت سنبل بقى الاولانيه وعملت كام حاجه فشريف منير برضو بقى طبعا وشفتك كنت بتلعب الدرامز انبسطت انبهرت كنت حابب بص بقى صراحه البدايات كانت البدايات بقى فعلا صابرين بقى التمرين وكان استعراض حصل بقى أيوه. وكان استعراض وكنت لما ابص لشريف يعني انا هعمل حركه هنا يعني كان في لغه بيني وبين شريف في العينين والله العظيم يعني لما كنت اقول له يعني حاجه كده يعني خلصنا الاغنيه فيقوم شريف مسرع فاضل لنا 10 دقايق بابا بيقول له فاضل 10 دقايق فشريف يعني شريف كان هو اللي ماسك الوقت بتاع عشان الايقاع. انا بس عايز اقول حاجه مهمه يا شريف قوي. لا شريف انا حضرت بقى صابرين انت عارف من مسرحيه حمل جملي يعني بقى في علاقه قويه من سنه لا كانت هنا بقى احترفت شويه لا كنت لا انت عارف شريف بيكلمك ولا كنت ايه ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي بس كنت واحنا بنصور اولى ثانوي يمكن واحنا بنصور المسلسل اللي هو اتذاع في رمضان ده فكره بمليون جنيه واحنا بنصور مع بعض كنت كل ما اشوف فيلم اقول لها يا بنتي ليه يا صابرين ده انت مثلت قبل مني عيله صغيره وبطله بطل في الفيلم مع فطاحل بس انا عايز اركز في النقطه اللي انت قلتها يا شريف دي مهمه جدا للناس كلها. انا شفت صابرين وعمو ياسين الف رحمه ونور عليه فعلا زي ما انت بتقول خفه ظل وحضور طاغي وكان يعني واقف ده السند والظهر لصابرين لا ده تحول انه بقى سند وظهر هنا كلنا طبعا حبيبي لا انا بقول لك بقى الفتره دي لغايه ما ربنا طلبه والف رحمه ونور عليه. اللي يهمني في الموضوع ده بقى صابرين عملت ايه مع عم ياسين؟ اللي هي مش هتقدر تحكيه. لا بس انا عايز بس ده مهم للناس قوي. ايه انا ما اعرفش لا شريف لا انا قاعده صابرين لا بليز. بص بقى لان فعلا الحاجات دي خلاص لا بص دي كان حياتها كلها ابوها وامها طبعا لغايه دلوقتي انا عشت جوه البيت انت عشت ده. شوف بقى عم ياسين لما تعب في الاخر شوف اللي شالها وهي صغيره هي شالته بقى لما كبر. ما ده بقى احنا بس عايزين نقول للناس ايه واي شيء انا عايز اقول لك عايزك توجهي بجد توجهي يا حبيبتي رساله للشباب دلوقتي في علاقاتهم بابوهم وامهم ايوه لان هم دلوقتي ما بقاش في الوفاء اللي انت بتتكلمي اللي هو بيتكلم عن صلاح. ايه ده عم صلاح بس بقى خلاص بقى اصل انا لما يعني لا ده بص هقول لك على حاجه يعني ساعات يقولوا لك ايه ان احنا لازم نرضي والدينا علشان وبيقولوا والدينا احسانا وربنا قال كده طبعا ربنا قال كده بس يا بخت اللي يبقى سعيد وهو بيخدم ابوه. الولاد ما بقوش عندهم حته الانتماء وان هو يشيل ابوه ويشيل امه بس ويشيل اخته لو تطولوا تقعدوا تحت رجليهم ايوه بس ده خلي بالك يا شريف انا اتعلمته من ابويا وامي برضو مع اهلهم ما هو اصل دي حاجات على فكره بتتوارث ورث يعني طبعا يعني انا شفت برضو ماما وبابا وجدي وجدتي كانوا قاعدين ولما مات جدي مات على صدر امي اللي هو ابو ابويا مات يعني بقت مرات ابنه هو اللي كانت بتشيله امي مثلا فانا وانا صغيره شفت امي كده فعلموا ولادكم كده يعني طول ما انتوا قاعدين انا مثلا ماما وبابا هم قاعدين في البيت عندي انا ما سبتهمش انا ما اتفطمتش من ابويا وامي
انا ما سبتهمش رحت قعدت في حته تانية. انا كانوا معايا في كل بيت او يعني اي حد يتجوزني اقول له انا دول وبعدين اتجوزني يعني انا دول. ما انت عارف يا شريف يعني لازم نروح نقعد في بيت واحد طول عمري، عمري ما اتفطمت من بابا وماما. فبالتالي ولادي اتعلموا ان هو ده الصح. ايوه اتعلموا ان شافوني انا بعمل ازاي مع بابا، انا لما بابا توفى انا وقفت لحد امتى وعملت ايه. انا وانا واقفه في الدفنه بتاعت والدي محمد اخويا منهار وانا واقفه ما عيطتش. لانك انت قويه طول عمرك. انا ما عيطتش انا ما عيطتش بس بعدها اكيد انهارتي طبعا مت. بس انا يلا بسرعه قبل ما العصر يدا نلحق العصر الجامع يعني عارف اللي هو بوصله. ودايما كنت ادعي الدعاء ده يا رب اجعل يومي قبل يومهم علشان محدش يعني يعني محمد طبعا الله يبارك له حنيت الدنيا فيها اخويا وكده. بس محمد بيخاف انا ما بخافش يعني انا انت قويه بقف يعني فاهمه قصدي. بعرف من عينين ماما اعرف فيها ايه، من عينين بابا بعرف فيه ايه كده. يعني انا عايزه اقول يا بخت يعني دايما دعوتي لاي حد لما ببعت له حتى على الفيسبوك كده ربنا يرزقك رضاه وربنا يرزقك بره. يعني لما يعني رضا الوالدين ده اكبر حاجه في الدنيا وبر الابناء ده اعظم حاجه في الدنيا للام والاب. دي حقيقه. سمعتوا؟ بريك. ورجعنا تاني للوفاء والاخلاص والبر بالوالدين. انا بس في النهايه عايز اقول ايه، ان عم ياسين الله يرحمه كان ليه امل وكان عنده شايف ان بنته دي هتبقى حاجه. يعني ما فكرش في محمد اخو صابرين في كده، انما هو كان شايف في صابرين كده وقد كان. صابرين نجمه ونجمه كبيره ومهمه واشتغلت على نفسها لان انا التطور شفته بعيني من وهي صغيره لغايه دلوقتي. شخصيه صابرين عماله بتنضج بتكبر بتكبر من جوه. ها صلاح بيكبر في السن انما هي بتكبر من جوه. خد بالك. شوف يا شريف مش ممكن كمان ساعات يبقى اسعاد اللي حولك دي هوايه؟ يعني ممكن انا دلوقتي لما تيجي تسالني فعلا ايه كانت هوايتك اقول لك فعلا اسعاد اللي حواليك. دي مثلا هوايه جميله. ما دي هوايه حلوه العطاء. قوي العطاء مظبوط. تبقى عندك هوايه العطاء انك انت ازاي كل اللي حواليك يبقوا مبسوطين، ازاي تعمل حاله من البهجه. يعني صلاح ممكن يكون عنده على فكره الهوايه دي مش واخد باله منها. لا يعني هو عنده. صلاح عنده قوي كمان كواليسه. ما هو في ناس تلاقيها كواليسها في حلوه. طب انت ما عملتش حاجه شعر عن الام والاب؟ بص يا حريق بقى بس احنا بس عايز اغير المود. انا بس قلت لامي لا 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 قلت لامي جمله لان امي الف رحمه ونور عليها ماتت رحمة. قبل ما ايه يعني كنت لسه في خطوات الاولى والله يرحمها ماتت وانا في اسكندريه بعمل مسرحيه الهمجي بصورها. كنت اشتغلت مسرح بس ما طلعتش في التلفزيون. وانت عارف مشكلتنا بتوع المسرح طبعا ما الناس ما بتعرفهمش طبعا غير لما بيبتدوا يطلعوا في التلفزيون. فانا يوم تصوير الهمجي وعرفوا في الكواليس ان امي توفت وطبعا خبوا عليا لغايه ما خلصت المسرحيه. كان الاستاذ محمد صبحي مجهز لي عربيه عشان تنزل وكان تقريبا صابحين عيد يعني حاجي. وعرفت بقى ان امي توفت. كان ده بقى موقف صعب جدا طبعا ان امي دفنوها وبتاع وكده. فانا اول ما وصلت البيت جريت على السرير اللي هي كانت بتنام فيه. قلت ايه بقى؟ اترميت على السرير وقعدت احضن فيه وكده. وقلت بقى ايه؟ انا هقول جملتين صغيرين يعني. كان نفسي يا عينيا تشوفيني فت فيه تفرحي شويه بيا وتقول انا ليا فيه. الله ده انت يا امي انا اللي بيكي فخور يا حبيبتي يا امه الف رحمه ونور. الله انا بحاول اجمع عشان تعرف بقعدش زي الاول. الله عايزه تساليه ايه في الشطرنج؟ عايزه اعرف بيتغلب في الشطرنج؟ لا وبيتغلب في البلياردو بجد؟ ايوه طول الوقت. لا ده لا اسمع انه مكسر الدنيا. لا 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 الشطرنج بصي شريف يعني ما حضرش الحكايه بتاع الشطرنج بس انا كنت وصلت ايه لبطوله المناطق في محافظه الجيزه. تفضل. ده بجد تفضل. ده بجد والله يا شريف. ايوه الشباب وبتاع طبعا نادي بلاد ابص بلاد ده كل دي حي شعب هو وبتاع كان في نادي وانا وحده وبقيت عضو مجلس اداره. شوف انتوا الكلام اللي انتوا قلتوه. انت قلت المدرسه يعني المدرسه صح وانت قلت الشارع وانت البيت والنادي وانا البيت. شوف الجو بتاعنا والنادي ده انا وتشوفيها صغير. النادي اللي انا بحكي لك عليه ده قديم قوي وملعب اللي انا حولته مسرح بعد كده ملعب اللي هو السداسي أيوه. يعني حاجه كده وبتاع وبيت قديم. القصد يعني ايه
لعبت شطرنج ووصلت لمرحله جامده. انا بقى كان عندي مشكله، كل الهوايات اقفش في هوايه وبعد كده فجاه تغيرها. اغيرها. انا كده جيت بقى وانت كده. جيت فتره زي البلياردو، انا وصلت البلياردو وكان انت فاكر ده كان قاعد على طول جوه في مكان يا صابرين كنا بنتجمع فيه نلعب بلياردو. انا كنت اقول المكان ده لو لا قدر الله حصل فيه اي حاجه حركة الفنيه تقف لان اكبر مطربين في مصر. انا مين اللي كان بيزامني في البلياردو؟ عمرو دياب. بيزامني كان علاء ولي الدين، صلاح عبد الله، وائل عبد الله المنتج، عمرو دياب، محمد الحلمي، إيهاب توفيق، مدحت صالح، ممدوح عبد الكريم الله يرحمه، عبد الباقي اكيد لانه هو اصلا لا دماغه. أشرف لا اشرف لا ما كانش لا, لا ما كانش لسه اشرف بيعمل شغل تاني لان اشرف لو ما اشتغلش يعني والله مش معقوله انت النهارده برضه ما اشرف ده اشرف ده اكتر واحد قدر يوظف الهوايات اللي افكاره ومشاريع افكاره ومشاريع انا من زمان برضه اشرف اصغر مني بكتير. انا كلنا اصغر منك بكتير كلكم. بقول لك ايه كلهم والله العظيم انا انت حبيبي يا حبيبي يا والله العظيم حبيبي حياة ربنا فعلا عايزين نقفل بيها حاجات كتير حبيتها وعملتها حاجات كتير حبيتها وعملتها وبعد شويه نسيتها وأهملتها وعمري ما طلعت الأول في حاجة ومفيش حاجة بدأتها كملتها. الله الله حاجات كتير حبيتها وعملتها وبعد شوية نسيتها وأهملتها وعمري ما طلعت الأول في حاجة ومفيش حاجة بدأتها كملتها. لا بس انت طلعت الاول يا صلاح، طلعت الاول في حبنا كلنا والله، حب زمايلك ليك انت الاول فيها يعني. لا يا جماعه خلي بالك اللي قاله شريف. طبعا انا اتشرفت بوجود صلاح عبد الله وصابرين زميلة الكفاح حبيبي وبداياتي الفنيه كانت معاها وتالقها وبشكرك صلاح جدا ان انت لبيت الدعوه وجيت. انت حبيبنا وانت عارف احنا بنحبك قد ايه كلنا. عارف يا شريف وبنحب ننكشك ويا بخت احمد عز ان هو دايما يعني بيتبارك بيك وبيحب وجودك معانا انه بيطمن في وجودك حبيبي وكلنا بنطمن في وجودك وربنا يديك الصحه وربنا يخليكي ربنا يخليك يا شريف يلا ناخد السيلفي يلا اهو يلا ورا الترابيزه هم قاعدين انت بقى بوبي ممكن تعمل كده لا خلاص نقص نقص قومي يا صبرو قومي يلا يلا يلا, يلا. اوكي انبسطنا جدا 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 حبيبي انبسطنا جدا جدا انا لما قالوا لي قلت انا اكتر حلقه هبقى قاعده مرتاحه وسايبه ايدي حبيبتي يعني حبيبتي اسمع ربنا يخليك وانا كمان يا حبيبه قلبي معلش ان احنا كنا يعني ساعدنا معاكم وانبسطنا ونتمنى ان انتوا ما تبقوش زعلانين الايتم بتاع الفرقه والمزيكا ما عرفناش وبعتذر للفرقه ان هم ما طلعوش لان الحوار خدنا واستمتعنا ونشوفكم ان شاء الله. طب استنى قبل ما تقفل انت عايز اخر مقاطعه مفيش مزيكا مش كده؟ طب انا هغني لك حته اتفضل خلاص بقى هو ما دام قربنا مين؟ هنقفل الكاميرا اهي يا شريف يا شريف برنامج حلو لطيف يا شريف يا شريف يا شريف برنامج حلو ولطيف واسماء منوره كمان ومعانا مين صابرين ومعانا صابرين صابرين ومعانا صابرين انت قلتها لك يعني انا ما كنتش عايز اقول بس ايه احنا كده قفلنا وكده بالحلقه دي احنا للاسف الشديد دي كانت آخر حلقة في الموسم الثالث لبرنامج أنا وبنتي ونشوفكم إن شاء الله بقى في أعمال تانية وإحنا اتشرفنا بيكم وانبسطنا وبشكر كل الناس اللي ورا الكاميرا وبشكر الإعداد وبشكر الإنتاج وبشكر المصورين وبشكر الفرقة وبشكر صلاح عبد الله وصابرين وميرسي يا أسماء إن أنت يعني نورتينا في البرنامج شكرا شكرا ويا رب يكون بداية طيبة ليكي يا رب وأنتوا عارفين طبعا إنها كوسة عشان بنتي فاهمتها معايا وهي فاشلة ما بتعرفش تقدم جميلة 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 وأنتوا جمال والمرة الجاية إن شاء الله نبقى في عمل كوميدي إن شاء الله ومعانا أسماء